فالمهم وصلنا يعني في المادة دي مادة كويس، ويكاد إن شاء الله الليلة نخلص غالب المادة دي أو كلها، وإن كان في أشياء تانية أخرى لكن بسيطة إن شاء الله. كده نكون خلصنا معظم المطاعن اللي بيجيبوها الصوفية، وركزنا كثير على كلام المدعو محمد المنتصر، لأنه الزول ده الآن فتحت له القنوات كما تعلمون، وشغال في وسائل الإعلام، وهذا الرجل يجدد دين المشركين، كما أن في الأمة من يجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل يجدد دين المشركين. والعقيدة التي يدعو إليها هي عقيدة أسوأ من عقيدة أبي لهب، والله الذي لا إله غيره، أسوأ من عقيدة أبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف، لأن هذا الرجل يروج إلى أشياء ما قال بها أبو جهل. أديك مثال واحد، سئل عن مسألة أن الأولياء يخلقون مع الله، فقال بصريح العبارة: الأولياء يخلقون، وقال الدليل عليها ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران عن عيسى بن مريم عليه السلام: قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم. قال ما دام عيسى بن مريم بيخلق إذن الأولياء بيخلق. أنا ما أعرف الأولياء ديل بيقوا أنبياء ولا دي شنو؟ كويس؟ فعند الولي يخلق مع الله، وربنا في القرآن في أكثر من 5 آيات ربنا يقول: ولئن سألتهم، يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية الزخرف ليقولن خلقهن العزيز العليم، وآية الزخرف ذاتها آخر الصورة لئن سألتهم من خلقهم هم ذاتهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. يجي ده الليلة يقول لك الأولياء يخلقون، وفي التلفزيون يشاهدوا كم مليون سوداني وغير سوداني، وبكرة تاني يجي يعني بعد ما يقول الكلام ده يقول هذا وصلى الله على نبينا ونواصل الحلقة القادمة، يعني جاي تاني. ده مفطور التاني يجي، أسألكم يا الله ده تاني يجي يقول الشيخ يخلق ونلتقي الحلقة القادمة، وتاني حسين خوجة اللي بجيبه، تاني يجيبه حسين خوجة اللي، وتاني يجيبه بتاع النيل الأزرق بتاع القوات المسلحة وغيره من القنوات والإذاعات. والله من أعظم الواجبات على أهل السنة في هذا البلد، من أعظم الواجبات الرد على الرجل ده، والله نأسم جميعا لو ما ردنا عليه، لأنه شغال بكل بساطة ويكذب كأنه البلد دي ما فيها زول عنده كتاب بتاع ابن تيمية، يجي يقول لك وهذه المسألة قالها ابن تيمية كده بس. يقول لك التوسل أو النداء بلفظية النداء، يقول لك أجازو ابن تيمية، كأنه البلد دي لا فيها زول قرا كتاب ابن تيمية، لا فيها كتاب بتاع ابن تيمية في مكتبة، لا أول لا آخر، بس كده كذبة في الإعلام والشعب يصدق ببساطة. يا أخي ابن تيمية سجنوه في إنه المزرعة دي قال ما بتجوز، سجنوه فيها في قلعة دمشق كما ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة. كويس؟ يجي مسألة عاد فيها وسجنوه فيها، يجي ده يطلعوا إنه بيقول بجوز بجوز عديل، يقول بجوز، فكذب ملأ الساحة السودانية كذب. ولو استمر هذا الرجل بهذه الصورة من غير رد وبيان لعاد السودان إلى عهده الأول. أنت زول سني وبتقول تنادوا الله براو، يجدعوك بالطماطم في السوق وفي الشارع ونبذوك، يقول لك كافر عشان قلت لهم نادوا الله وما تنادوا الشيوخ.
والله الذي لا إله غيره. بس الناس تقعد يا أخوانا، ما ممكن نحن نقعد نعديها زي ما قال لك الشيخ مزمل واتساب، وهذا فلان آخر ظهور وآخر يا أخي آخر ظهور وآخر خروج بتاع شنو؟ البلد دي شغالة شرك يا أخي، في الكراس عديل، والزول ده شغال لافي من بلد لبلد ومن إذاعة لإذاعة، لافي زي المسيح الدجال من أي محل الثاني. والله يدق لك تليفون يقول لك الليلة جانا في مدني، الحق الحقونا جا في مدني، الحقونا جا في السلمة، هسه بكره ماشيين السلمة في محاضرة في السلمة، خرب البلد ده غادي خربها هني في السلمة بجاي. يعني بالله قدر ما نصبح صباح تقوش عينك من النوم تلقى 30 رسالة بتاع الزول اللي جا بجاي، والحقونا هناك في العباسية تقلي ماشوا خربوا الواطة كلها. يا أخي ذاك في العباسية صاحبه اللي اسمه حامد ذاك، ده كمان خير ده حامد ذاك، قال لهم يجوز التبرك بالأولياء، تعالوا تبركوا بي، قال عمل لهم كده. أسألك أنا، كان بيجوز بتبرك بك أنت يا حامد؟ قول بيجوز التبرك بالأولياء، أصل تبرك بك؟ كان عديمت بتبرك بي وأنا والله زي ده، تعالوا تبركوا بي. والجامع مليان والناس مبسوطة. فعلى كل حال نحن خلاص وصلنا في آخر المادة دي في الرد عليه. المادة دي أنت لو ما حضرت الدورة نزلها، بتلقاها أخونا عبد الوهاب يكون رفعها في النت، نزلها أعرف أشوفها والرد عليها عشان ينجح إلاكم تقدر تتصرف، لأنه ده قلت لك طايف مع عنده 40 يوم ولا عنده كم ما عارف بالضبط، المهم يكون بالله لافف في البلد دي لحد ما الله يكتلي وريحنا منه. طيب وقفنا في مسألة المكاشفات، وقال ابن تيمية يقول بالمكاشفة والفراسة، فاضلنا زي ثلاثة نقاط، المكاشفة والفراسة أو الفراسة، وبعدين حديثين ضعيفين كده تكون الموضوع إن شاء الله. طيب الدين مجلد 11 من الفتاوى، طيب المرة اللي فاتت تكلمنا عن كرامات الأولياء وشرح الشيخ شهاب برضو، وأن كرامات الأولياء تختلف من المعجزات، والاختلاف بين المعجزة والكرامة أن المعجزة يعجز النبي بها قومه جميعا من الجن والإنس، دي المعجزة، يعني ما يقدر يعملها لا يشاركوا فيها جن ولا إنس ولا ساحر ولا غير ساحر، ما يقدر يعملها، هذه معجزة. ليه؟ لأن المعجزات هي آيات، آية تدل على أنه نبي، ولو كان بيقدر يعملها غيره من المشعوذين أو من الدجالين تبقى ما معجزة. وإن كان ابن تيمية يقول المعجزات منها كبرى وصغرى، آيات عظمى وآيات صغرى، الآيات العظمى هي التي تدل على أنه نبي، قال كقلب العصا، العصا قلبها شنو؟ حية، وكالقرآن كويس، هذه آيات كبرى لا دجال بيجيبها لا ساحر ولا شيء. كيف دي نكتب النبوات؟ طيب كلام ابن تيمية في كتاب النبوات الصفحة 310، لا ما 310،
طيب كده فتشينا الموضوع بتاعنا. طيب المهم الكرامة النبي بيتحدى بها قومه، ولو قلنا بأنه كرامة الأولياء بتشبه مطابقة للمعجزة تحت الأنبياء، يبقى كده كيف يعرف أن هذا نبي من الأنبياء؟ ابن تيمية هنا ذكر ضابط مهم جدا في المجلد 11 صفحة 610، أن الكرامة لا تكون بالحرام، أي لا تكون بما حرمه الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة مهمة، لأنه الليلة بتلقى في كتب الصوفية يقول لك من كرامات الولي كما في كتاب النصرة العلمية أن الولي كان يزني بامرأة، دي بيعتبروها من الكرامات، دي ما بتبقى كرامة، الله ما بيكرم زول بالمعصية أبدا. ولا من كرامات الولي أنه يكون تاركا للصلاة كما في كتاب القادرية، قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قال ولم يعلموا أني أصلي بمكة، وكذاب ما بصلي، صلي بمكة شنو؟ أنت قاعد في السودان تصلي في مكة كيف يعني؟ وعلى كيفك؟ ومشبتين. طيب قال وأما كرام أما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب كرامات الأولياء فهم أشر حالا ممن يأكلها من الفساق، لأن كرامة الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله. والمسألة دي مهمة، ما في كرامة بتاعت ولي من الأولياء والصالحين بما حرم الله، كرامة بالحرام ما في، كويس؟ طيب قال هنا، قال وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس، 319 مش 10 كتاب النبوات، آيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس، وآيات الأنبياء آيات لجنسها، فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء. طيب قال فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين، ومعجزات الأنبياء فوق ذلك، فانشقاق القمر، يلا انتبه لدي الأمثلة، انشقاق القمر. طيب ممكن الآن يجي ولي يقول من كرامات انشقاق القمر، من كرامات ولي صالح؟ ما في كرامة زي دي، إنما هي معجزة للنبي تدل على نبوة النبي. قال والإتيان بالقرآن وانقلاب العصا حية وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء. قال وكذلك خلق الطير من الطين. وهناك محمد المنتصر يقول ابن تيمية أثبت خوارق العادات، وبقول منا إنه الإنسان الولي الصالح يخلق من الطين كهيئة الطير، كويس؟ قال وأما الآيات الصغرى فقد يكون للصالحين مثل ذلك، قال مثل تكثير الطعام، فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين، يعني زول الطعام يكتر له قدامه، يكون واجهه عدو معين ربنا ينغزه منه، غير من الأشياء اللي ممكن تحصل للأولياء. طيب الدين المجلد 11، أكثر حاجة يا أخواننا بياخذوها على ابن تيمية مسألة المكاشفة، يقول لك هذا الرجل حصلت له مكاشفة، والصوفية دار يصلوا بشنو قضية المكاشفة؟ لعلم الغيب، إنه الولي بيعلم الغيب، بعدين إنه الولي بجيو علم ده عند الرسول ذاته ما في، والبيجيب الولد أنا سلم به طوال يقول لك ده يعني في مكاشفة أو في هاتف أو في غيره، يقول لك ده أنا سلم به طوالي. طيب نشوف هل ابن تيمية بيقول الكلام ده، وهل المكاشفة عند ابن تيمية معناها علم الغيب، وهل المكاشفة هي علم من العلوم ما بيلزم نرد للكتاب والسنة؟ دي أسئلة دارين إجابتها. الصفحة 582،
طيب ابن تيمية يقول: والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات ينبغي للإنسان أن يميز بين صحيحه وضعيفه، كما ينبغي ذلك في المعقولات والنظريات، وكذلك في الأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات. فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حق وباطل، ولا بد من التمييز في هذا وهذا. ونحن ذكرنا قبل كده تعريف المكاشفة عند ابن تيمية، إن هي علم من العلوم ربنا بلهم للإنسان. مثلا أنت تكون عندك مسألة أشكلت عليك، تنوم في النوم ترى رؤية إنه إجابة المسألة دي في الكتاب الفلاني أو في الحتة الفلانية، أو أحيانا تعجز عن الترجيح. ابن تيمية كان يدعو الله، يقرأ قال للآية الواحدة 100 تفسير وما يقنع بواحد من التفاسير لاختلاف العلماء، فيرجع فيدعو الله سبحانه وتعالى، فربنا يفتح عليه بهذه الآية بتفسيرها. ده يا أخواننا علم، ودي ممكن تقول سميها مكاشفة، سميها مكاشفة زي ما سموهم. طيب لكن هل هذه المكاشفة نحن بناخذ بيها بس جانا فلان قال أنا عندي مكاشفة، عندي علم معين جاني، بناخذ بيه طوالي، ولا بنرد للكتاب والسنة؟ نرد للكتاب والسنة، وده فهم ابن تيمية ليه، عشان كده ما عنده علاقة بفهم الصوفية تماما. قال: وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابت عنه وما كان عليه أصحابه فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل. إذن فهم ابن تيمية لمكاشفة لغيره، هم بيدعوا إنه المكاشفة زي فهمهم هم، لكن لا، فابن تيمية ليه إنه ما خالف الكتاب والسنة ما بيقبل. طيب أيضا صفحة 585، 585 يقول ناقل مقولتين عن الصوفية القدام زي ما ذكرنا التفصيل بيثني عليهم ابن تيمية، وديل طبعا ما زي جماعتك ديل، ديلك ناس على الكتاب والسنة عديل، إلا إنهم لبسوا الصوف ده وقالوا ده زهود، بس ده موضوعهم كله، لبسوا الصوف زهود في الدنيا وكده، وبعض المسائل في المسميات وكذا أخذت عليهم، لكن في عقيدتهم ودينهم كانوا ناس على الكتاب والسنة. هنا ناقل ابن تيمية نقلين عنهم، قال: وقال سهل ابن عبد الله التستري: كل وجد، الوجد ده وجد الصوفية يقول لك ده جانا وجد كده في القلب، يعني وجد وإلهام وغيره. قال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. هل الآن الصوفية اللي قاعدين دي بيقولوا الكلام ده؟ ها؟ أنت عارف هسه لو جيت قلت لهم قال لك أنا عندي مواجيد ومكاشفات، قول له طيب ادينا المكاشفه والدليل بتاعها معاه، ما تفهم ابن تيميه كده، انت عندك مكاشفه هاي جيب مكاشفتك ودليلها معاه، ما مكاشفه سايبه رادل، تقول انا اي والله انا جاني هاتف، جاك هاتف ولا جاك جالكسي، ما عندنا معك شغل احنا، جيب دليلك معاه. ده الموضوع كده. قال: وقال كل عمل على ابتداع فانه عذاب على النفس، وكل عمل بلا اقتداء فهو غش، فهو غش النفس. طيب ايضا صفحة 431، قال: كما ان كثيرا من المتصوفة والمتفكرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه،
هو في نظير في هذا نظير ذلك، وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة كما يظنه معارضا لهما، إما لما يسميه هذا ذوقا وودا ومكاشفات ومخاطبات، وأما لما يسميه هذا قياسا ورأيا وعقليات وقواطع، وكل ذلك من شعب النفاق. بل يجب على كل أحد تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال ولا بآراء الرجال، وكل معارضة فهو خطأ وضلال. طيب دي المكاشفات عند ابن تيمية، تاني كلم عنها في أكثر من 10 مواضع في المجلد ده براو. يجي الصوفي يشيل لك كلمة واحدة بس يقول لك ابن تيمية قال بالمكاشفة، بس خلاص مكاشفة. طيب طلع لي المكاشفة بتاعته. طيب صفحة 429 نفس المجلد قال: فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها والرأي والرواية، وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم. صفحة 65 نفس المجلد 65 يقول: قال: وأما خواص الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم. يلا خلي بالك، يعني مثلا ذول يقول لك حيحصل كده أو حيحصل كده. طيب قال: لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به، فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك ظنا لا يغني من الحق شيئا، وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون تارة كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد، ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهداتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله. يعني المكاشفة يوزنها بشنو؟ بالكتاب والسنة، ولا يكتفوا بمجرد ذلك، فإن سيد المحدثين والمخاطبين والملهمين من هذه الأمة وهو عمر بن الخطاب قد كانت تغع له وقائع فيردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. إذا خلاصة الموضوع ده شنو يا أخوانا؟ نقولات النقلات دي كلها خلاصة ده شنو؟ إنه مكاشفة مواجيد غير من اللي بيسموها الصوفية دي، نردها على شنو؟ للكتاب والسنة. ده موضوع ابن تيمية، عشان ما يجي واحد يلقط لك كلمة من ابن تيمية ويقول لك رأي ابن تيمية جواز المكاشفات، تجوز المكاشفات، تجوز كيف؟ والمكاشفة معناها شنو؟ وما هو الضابط بتاع المكاشفة؟ ده كله تديله من الصفحات اللي جبناها دي، ولسه تاني فيه، تاني في زيادة، صفحة 298 برضه، صفحة 655، صفحة 172، صفحة 527، كل المواضع تتكلم عن النقطة دي بس. فما ممكن زول يخلي لها 15 نقل لابن تيمية ولا 10 نقول ويجي يمسك لها في جملة قاطعة من بهنا وبهنا، ده ضلال وانحراف. كده انتهينا منها. اديني كلام ابن القيم، دي النقطة قبل الأخيرة، كلام ابن القيم في مدارج السالكين، وطبعا ده الموضوع اللي لافين منه ناس حامد. يقول لك ابن تيمية ينظر في اللوح المحفوظ، ينظر في اللوح المحفوظ، كويس، دي الشبهة بتاعتهم. مدارج السالكين صفحة 393 في منزلة الفراسة، والصحيح تنطق بالكسر الفراسة. ابن القيم يقول:
ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة، وما لم أشاهده من أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما. أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، طبعا طوال الصوفية يقول لك شايف، أخبرهم بدخول الشام. أها، وكمان أزيدك، فقال لهم أخبر الناس، ثم أخبر الناس والأمراء سنة 72 و700 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم، أها، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا. فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وسمعته يقول ذلك. فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. قال شنو؟ قال رأيت اللوح المحفوظ، شفته، ولا قال كتب الله؟ كتب الله في اللوح المحفوظ. قبال ما نجي لبيان الكلام القباله ده، في حاجة ربنا ما كتبها في اللوح المحفوظ؟ ها؟ ربنا قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتب الله في اللوح المحفوظ ما فيها مشكلة، لكن حيبقى ابن تيمية بنى على شنو؟ كونه التتار حيهزموا في الشام، بنى الكلام ده على شنو؟ طيب، الرد في 3 نقاط أو نقطتين. المسألة الأولى، ابن تيمية بنى أولا على أحاديث وآيات فيها بركة لأهل الشام وأنهم ينصرون على أعدائهم، وأن منافقهم لا يهزم مؤمنه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ابن تيمية بنى على فراسة، وابن القيم جاب الكلام ده هنا في منزلة شنو؟ الفراسة ولا علم الغيب؟ الفراسة أي التفرس بأحوال الحرب، وتكون لذوي الخبرة والمعرفة والدراية. في ناس بيعرفوا، لأنه الحرب يا أخوانا الانتصار فيها بكون بأسباب، إذا تحققت الأسباب بيتحقق النصر، زي ما ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. فإذا تحقق الشرط تحقق الوعد، لأنه ربنا وعد كويس. عشان كده ابن تيمية قال في الفتاوى، قال لما كانت راية الجهاد عند القبوريين، لما كان راية الجهاد ماسكنا المشركون، قال كانوا لا يحظون إلا بالهزائم، ولم يشارك أهل العلم في هذا القتال. أول مرة يا شعلات جماعة ديلك، وقال الشعار بتاعهم شنو؟ يا خائفين من التتر لوزوا بقبر أبي عمر. ابن تيمية قال وقد انهزم من انهزم من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من هذا. انهزموا بمعصية شنو؟ فيها نوع اجتهاد وتأويل من الصحابة. انهزم الصحابة في أحد، اجوا ذا الدار ينتصروا يا خائفين من التتر لوزوا بقبر أبي عمر. ابن تيمية في معنى كلامه قال لهم أبو عمر ده لو مرق ذاته للقتال ده برا هنا ما بتنتصروا، خلي أبو عمر مدفون كويس. عشان كده قال المعركة دي لما كانوا ديل حاملين رايته، ابن تيمية ما شارك فيها ولا أهل العلم. قال فصرنا بعد ذلك نأمر الناس بالتوحيد والسنة، ونأمرهم بدعاء الله وحده واللجوء إليه وحده. قال فلما أصلح الناس حالهم وحدوا كويس، قال فبعد ذلك خضنا الجهاد ولم ينهزم التتار هزيمة مثل هذه أبدا. بعد شنو؟ بعد ما تحقق الشرط اللي هو التوحيد، يعبدونني
لا يشركون به شيئا وإن تنصروا الله ينصركم. بعد ما حققوا الشرط ابن تيمية بعد ذلك قال حصل اليوم الجزاء من الله سبحانه وتعالى وهو النصر. إذن طيب الشاهد على كلام القوت ده شنو من كلام ابن تيمية؟ إنه هو في النهاية بنى على آيات وأحاديث الكلام بتاعه ده، وبناه النقطة الثالثة قالوا على رؤيا رآها، رؤيا رآها، ويسمى ابن تيمية بالمبشرات الصادقة. كويس، بنى على الأشياء دي وقال كلامه ده كله. وإذا ده غاية ما فيه ابن القيم سماه شنو؟ فراسة. ده ما علم غير. طيب نشوف المواضع دي بسرعة. الديني الفتاوى 27 الصفحة 505 و6 و7 آخر الفتاوى 27. طيب ابن تيمية قال فصل: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد، يلا انتبه للكلام ده، وهي أحد ما اعتمدته في تخصيصي للمسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق. يعني هو اعتمد على شنو في حرب، في كلامه اللي قاله ده كله اعتمد على نصوص فيها بركة لأهل الشام، هيجيبها لك السر. قال ونهي لهم عن الفرار إلى مصر، لأنه كانوا دايرين يمشوا يلجأوا لمصر. قال واستدعاء العسكر المصري إلى الشام، حتى العساكر في مصر جابوا الشام، وتثبيت الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة. وهذه المناقب أمور، إحداها قال البركة فيه، قال في بركة في الشام. كويس، ثبت ذلك قال بخمس آيات، خمس آيات من القرآن. الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، دي الأولى. الثانية فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا، لإبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال هي أرض الشام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، قال هي أرض الشام. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال أيضا هي أرض الشام. وفي الأحاديث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال وفيه مع معاذ بن جبل قال وهم في الشام. إذن ابن تيمية اعتمد على شنو؟ الأحاديث ذه وأحاديث ثانية، وعلى النصوص دي في إنه جيش الشام متى ما حققوا نصرة الله سبحانه وتعالى سينصر على عدوه. طيب إلى أن قال ومن ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها كما رواه أحمد في المسند. وبهذا استدللت لقوم، خدوا بالكم، وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم، فأخبرتهم بهذا الحديث وأن منافقيها لا يغلب مؤمنيها. إذا بنى ابن تيمية على شنو؟ على النصوص دي. قال وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرنا به، وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام، فإنهم لم يهزموا ولم ويغلبوا كما غلبوا
على باب دمشق. إذا ابن تيمية يا أخواننا بنى على شنو؟ طيب اديني 28. ثمانية وعشرين أربعمية ستة وأربعين، أربعمية ستة وأربعين. طيب قال بيذكر في أحوال الناس لما ابن تيمية قال لهم يا أخي الناس حينصروا وأنا بنيت على نصوص وآثار ومبشرات، لما قال لهم كده في ناس ترددوا، فبقى بيذكر في أحوالهم هذا يظن وهذا يظن وهذا يظن، إلى أن قال صفحة 446 قال وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار، الآثار اللي ذكرها دي النبوية، وأهل التحديث والمبشرات الرؤيا أماني كاذبة وخرافات لاغية، وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع، بيذكر في أحوال الناس في تلك المعركة. إذا يا إخواننا يبقى توجيه كلام ابن تيمية ده إنه بنى كلامه على آثار وعلى وعد من الله سبحانه وتعالى وعلى رؤيا صالحة، وده كله يدخل في باب الفراسة. وابن تيمية هناك بين لنا إنه فراسة الإنسان مبنية على الكتاب والسنة. طيب ده خلاصة ما في موضوع كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم عنه، وده كله من باب الفراسة. أخيرا مسألتين صغار، الحديث جابوه وبقول ابن تيمية بيقول بهذا الحديث في الفتاوى المجلد 2 صفحة 384 المجلد الثاني 2 384 طيب قال ابن تيمية وقيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أنه هذا، وفي حديث مأسور ده سب جيبوا لك والصوفية يطعنوا به في ابن تيمية ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي الوداع اللين، كويس. ويقال حديث آخر يقال القلب بيت الرب، فيجوا الصوفية يقول لك ابن تيمية مشبه ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، والقلب بيت الرب، الحديثين دين، كويس. طيب أولا ابن تيمية لاحظ من عباراته بنقول لك الحديث مع إشارة إلى ضعف الحديث، ابن تيمية لما يقول وفي الأثر، لاحظ وفي الأثر أو ويقال بصيغة المبني للمجهول، يقال أو ويروى، هذه العبارات عند المتتبعين لكلام ابن تيمية هي عبارات تضعيف، داير تعرف انه ضعف الأثر ده، الأثرين الاثنين ديل جيب الفتاوى المجلد 18 صفحة 376، صفحات دي احفظوها كويس 376. ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن آثار الباب ده كله آخر الفتاوى المجلد ده كله للنهاية بس بيزعلوا الحديث ده، هل الرسول قالوا كده، بس أحاديث كمية كبيرة جدا من ضمنها قال ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، سألوا عنه ابن تيمية فأجاب الحمد لله هذا مذكور في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بيقول به انتهى الموضوع. حديث آخر قال ومما يروونه أيضا القلب بيت الرب، قال فأجاب الحمد لله هذا كلام من جنس الأول، ده زي الحديث الفات
من الإسرائيليات، قال فإن القلب بيت الإيمان بالله مش بيت الرب أي حل الرب في قلب العبد أبدا. قال فإن القلب بيت الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع. آخر نقطة، ابن تيمية يقول زي ما قال، دي ما جاب أحمد منتصر لكن قد يكون قال، أنا ما أدري، جاب واحد تاني من جماعتهم كلهم صوفية، قال اسمه الدكتور محمود السي الصبيح، محمود السي الصبيح في الفتاوى المجلد 10، مجلد 10 صفحة 310. شوف النازل طبعا بيجيبوا كلام ابن تيمية وبلولوا الكلام عشان يتهموه، بس قالوا ابن تيمية يقول النبوة تكون بالكسب، يعني تشد حيلك تبقى نبي، ده الفهم كده. ونحن في الدروس السابقة قبل كده جبنا مسألة منو اللي قال النبوة بالكسب؟ ها؟ ابن سينا قال النبوة بالكسب، وقال تكسب بشنو؟ ها؟ بثلاث أشياء، اللي هو قوة علمية، وقوة خيالية، وقوة في التأثير. وابن تيمية كفرهم بالسبب ده وأسباب تانية، كفر فيها ابن سينا. ده جاء هنا جاء قال ابن تيمية يقول النبوة بالكسب، والكلام ما عنده علاقة. ابن تيمية أصلا في الفصل ده كله بيتكلم، بيرد على ناس بيطعنوا في الأنبياء بأشياء وقعت منهم إما قبل النبوة أو بعد النبوة، بأشياء وقعت منهم. وابن تيمية بيّن أن الأنبياء قد يقعون في شيء من الصغائر ولكن يوفقوا للتوبة. فابن تيمية عبارته بيقول شنو؟ فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وأيضا ذكر ابن تيمية من باب المجادلة اليوم إنه الإنسان إذا وقع منه شيء وتاب ده قد يكون أفضل من ما وقع منه شيء أصلا. فهمتوا النقطة دي؟ والدليل على شنو؟ ها دليل الآية، آية أوضح. والذين لا يشهدون، لا قبالة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. عشان كده ابن تيمية من استدلاله وردوا عليهم قال لهم الإنسان إذا كان له ذنب وتاب منه قد يكون أفضل من ما عنده ذنب ذاته. يعني بناقش في الموضوع ده قام قال شنو؟ قال والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب. قال وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. هو أصلا بيتكلم عن الأنبياء، مش قال إنه في ناس غير الأنبياء ديل أحق بالنبوة منهم، لا لا لا، هو بيتكلم عن طعن ديلك في الأنبياء لمن قالوا وقع منهم ذنب كويس، ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا ده طعن في الأنبياء. فابن تيمية بيرد عليهم لأنه قال لهم ما من نبي من الأنبياء إلا ووفق إلى التوبة، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الكلام ده ما فيه أي مشكلة بتاعت شنو؟ ما فيه مسألة إنه نبوة بالكسب. أوضح من كده الديني النبوات 219، ده يوضح لك المسألة تماما، يقطع لك الموضوع. طيب 219 كتاب النبوات طبعة دار الحديث يقول الرابع، آه
قال أن الكهانة، بتكلم عن الفرق بين آيات الأنبياء وغيرهم، قال أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه، وهذا مجرب عند الناس بخلاف النبوة، فإنه لا ينالها أحد باكتسابه. كده الموضوع يتحسم، النبوة ما بينال أحد باكتسابه. طيب كده نكون يا أخواننا قضينا غالب الشبه بتاعت الناس ديل حول ابن تيمية، مطاعنهم انت ارجع عليها ولخصها تمام، ويكون همك الأول في البلد دي، همك الأول محاربة هذا الشرك، لأنه ده شرك بقرون وبشبهات، شبهات خطيرة جدا. يعني هسه انت لو ما عندك فتاوى ابن تيمية وما عندك خلفية عن الحاجات دي، أول ما يجي يقول لك ابن تيمية قال النبوة بالكسب، وابن تيمية قال انظر في اللوح المحفوظ، وابن تيمية قال ما وسعني قلب عبدي وكده، وابن تيمية قال كده، أنت عارف؟ أنت حد عايم فيه كده تقول ابن تيمية ده زنديق وبتفرق تفوت، ده أقل حاجة. فهمت؟ أقل حيزعزع إيمانك بالمنهج السلفي، وحيضرب ليك القدوات. ابن تيمية قدوة من القدوات في المنهج السلفي، وهو ما معصوم أبدا، ما معصوم، قد يقع في خطأ، قد يقع في زلة، لكن في النهاية هو عالم من علماء الأمة الراسخين المعروفين. والدورة دي كلها من باب شنو؟ يعني المادة بتاعتنا من باب الدفاع عن هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى. أظن الزمن يتأخر والناس ماشيين الحلقة. سؤال ولا سؤالين بس؟ أيوه المحاضرة يا شيخ مزمل وين؟ بتاعت بكرة في هذه الحتة. المهم بكرة في الرسائل بتجي تجي للناس إن شاء الله، بنرسل الرسائل بالمحل المحاضرة بالضبط، لكن هي في السلمة، في السلمة جنب البغالة ولا وين؟ في إعلان هنا؟ أيوة هاي دخليه. المحاضرة المهم في السلمة، انت خليك مترقب، لأن البلد ديك بهناك جايطة، ونحن جونا ناس المسجد براهم، الزول جاي لخبط وناس المسجد براهم، جونا قول لنا تعالوا ردوا على الزول، لأنه الزول ده بجيب لك كلام بحيرك. انت عارف الزول في الفقه بجلبط جلبطة ما تتخيلها، الفقه خليك من يعني انا سمعت فتاوى ليه، اتخيل مرة فتوى قال في مسألة المرأة تكون جاهلة بأنها طهرت، جاهلة هي طهرت لكن جاهلة ما عارفة، قال وأفطرت رمضان 30 يوم، قال عليها تصوم عن كل يوم شهرين متابعين. انت عارف لما ضربناه لقيناه 5 سنة متواصلة، يا ناس في دول بصوم لها 5 سنة متواصلة. وهي أولا يا أخواننا مسألة الطهر دي، الإنسان إذا كان جاهلا ما عارفة هي طهرت، جاهلة وهي ظنت إن هي لسه كويس، فالاصل ان هي نفساء، الاصل ان هي نفساء والطهر طارئ عليها، فاذا شكت في الامر ده وجهلت تبقى على الاصل. وحتى لو افطرت متعمده، خليك من لو افطرت متعمده عديل، اها تصوم عن كل يوم شهرين؟ ما بتصوم شهرين ولا اي حاجه، حتى لو افطرت متعمده تصوم الراجح عن كل يوم يوم واحد، يوم واحد فقط. أما الإطعام الأول الكفارة المغلظة دي في الجماعة، ما في الإفطار بالأكل والشرب. أي نعم عم. طيب بالنسبة للكتب ذاتها والطعن في ما هو موجود في الكتب، ده قد يوجد في مواضع محددة، وهذه المواضع العلماء وضحوها وبينوا بالحجة أن هذا الكلام ليس لابن تيمية، في مواضع محددة لعلها في الرسالة من ضمن الفتاوى في المجلد الرابع، وهي بعنوان شنو؟
ايوه تفضيل صالح البشر على الملائكه. وبعدين احنا من خلال الدوره كان بينا انه هذه الرساله منسوبه لابن تيميه ولكن نسبتها ما صحيحه على ما ترجح، واثبتنا المساله دي اثبات يعني ما مش ساي، مش بنجي زي ما هم يغلبون يوجهوا الكلام بتاع شيخهم، شيخهم يكون فكله مكنه كبيره ما يقدروا يبلعوه كله كله، يتلفت جاي تلفت غلبته ويقول لك ده مدسوس وانت جاي لساي، انت لابد تثبت ده ما من كلام شيخك، في اثبات ما ساي، ما الكتاب قاعد في السوق تثبت انه ده ما من كلامه. فاحنا الرساله دي من اربعه او خمسه نقول من كتب ابن تيميه اثبتنا انه هذا الكلام ليس من كلام ابن تيميه، انه برد عليه عديل عن الكلام بينصه. فالمهم لو في دس او تحريف في الكتب ده بيكون مبين، لانه في مخطوطات الكتب دي ما عندها مصادر، في مخطوط بيكون موجود، لو في زول زاد ولا نقص المخطوط قاعد، الناس بيقارنوا مع المخطوط. نعم او اذا كنت بتقصد يعني انه هو لما يجي يقرا بنقص ولا بزيد، اذا كان فهمك كده دي موجوده، ودي طبعا بيعملها حامد وحمطوطي ذاته بيعملها، يقرا لك وهكذا وقال ابن تيميه. انا مره عينت بوراه في مناظره وفاتح كده، جيت عينت بجاي لقيته فاتح لك كتاب جوا حق ابن تيميه، جوا في واحد ثاني يقرا قال ابن تيميه وبيقرا من الكتاب اللي جوا ذاك، ده ما حق ابن تيميه. في واحد الخميس الفات واحد من اخواننا لقى حامد ده بيقرا ماسك الكتاب وبيقرا وقال ابن تيميه ور بيقرا في الكلام، وقال اي واحد هنا قال مغالطني يجي يشوف الكلام ده بعينه. طوال واحد خش له قال لا انا بقرا الدين المايك، قال لا اسمع تقرا تحته خط بس ما تقرا يا زول، قال انا بقرا الكلام كله، انت في امتحان اقرا ما تحته خط، في امتحان انا بقرا الكلام كله، لانه بكون في رد عليه زي ما جبنا الموضع امس لما قال ومنهم من يطير في الهواء ويملى ابريق من الماء ومنهم من كذا ويقتل الانسان بالاشاره اليه، بعد ما انتهى من الكلام حمنتصر سكت الكلام ما انتهى، ابن تيميه اخره قال وليس فيما ذكرنا شيء مما يدل على انه ولي لله، ودي ما بيقرا لك يقرا لك بس الفوق. عشان كده شوف المسائل دي والمواضع لابد تكون انت عارفها، كذبوا في الحته الفلانيه هنا بزيدوا هنا بنقصوا، ده زي اهل البدع كلهم هسه مثلا التكفيرين بيجيبوا كلام لابن تيميه يقول لك والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء، ويسكت على كده ولا قال ابن تيميه شايف يا هود ابن تيميه لا تم الكلام، زي ما عبد الكريم ده شيخ كبير بداهم دكتور ناقل الكلام لحد هنا، اخونا مزمل لما انعصروا في المناظره قال لي انت ليه تجي فينا؟ قال لي قدامي برضه الناس اللي نقلوا وقفوا هنا، وانا ايش نهي؟ ده دليل يعني؟ ابن تيميه ما وقف كده قال اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله، اذا بيكفر المستحل مش خلاص جاب حكم دخلت بدل حكم ثاني خلاص بقى كافر، كيف كافر؟ اذا تكفر كل الامه من امراء بني اميه وانت ماشي حتكفرهم كلهم، والعلماء صلوا ورا الحجاج، علماء الصحابه مو ساي صحابه كانوا صلوا ورا الحجاج، الحجاج انت بتعرفه كان كيف؟ النبي ابن تيميه قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في ثغيف كذاب ومبير، قال وأما الكذاب فهو أبو عبيد، وأما قال المبير فالحلاج، واتفق العلماء كما نقل ابن أبي العز على أن الحجاج كان ظالما جائرا، ده رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل صحابة، وابن الزبير صحابي قتل وصلبه في، واسماء رضي الله عنها امه لما جات هدد انه يضربها ويجرها من قرونه من شعرها، دي اسماء رضي الله عنها صحابيه جليله، شوف ظلم الحجاج ده كله كانوا يصلوا وراه. وذكر عن الوليد بن عقبه ده كان امير من الامراء، وذكر عن يزيد هذا الكلام ايضا قالوا صلى بهم صلاه الصبح، صبح مش ركعتين صلى بهم اربعه، واتلفت عليهم قال لهم ازيدكم؟ ابن عمر لعله قال له ما زلنا معك في زياده. ده صلى اربع ركعات الصبح والصحابه بصلوا وراه وما كفروه.
اجى السدائل بالله بنزين زاد، اه ده كافر كفروا كفروا، بنزين زاد والدين زاد، انت كفرت فيه؟ فشوف المسألة مبناها أهل البدع جميعا كلهم، ما عندهم دليل إلا بالتحريف، إما يحرفوا نص الكلام أو يحرفوا معنى الكلام، عشان كده بيهربوا من المناظرة. هذا الرجل الشبيه بالمسيح الدجال اللافي في البلد دي، نحن بنتحدى في أي موطن للمناظرة إنه يجي يناظر ويجيب الكتب، ما يجي ساي يقول لي وغال السيوطي وغال ابن عابدين في الحاشية، جيب ابن عابدين كتابه ده، أنا ما بعرف غالة في الحاشية، جيب لي الكتاب ده نقرأ، إحنا للنازي نقرأ من الكتاب ما من راسك، لأنه بكذب يا أخي. في القرطبي تفسير، في تفسير سورة لعلها سورة الملك، قال وقال القرطبي في تفسيره آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال قال القرطبي في تفسيره عن ابن عباس هذا الذي في السماء جبريل، فتحنا القرطبي ما في، ما في الكلام ده، كذب يكذب وينجر من راسه، متخيل انه تفسير القرطبي ده ما في ذول عنده، كانه بتخيل كده، او فتاوى ابن تيميه دي ما بتتلقي، يقعد يكذب. وطبعا مجتمعنا مسكين، انا لقيت ناس كتار جدا يقول لك يا اخي الزول ده ذول عالم يا اخي، يقول لك في كتاب كده صفحات كده وكتاب كده صفحات كده وكتاب كده، وفي النهايه لما ترجع للكلام بتلقى كله كلام فارغ وما عنده علاقه بالحقائق. وحتى الفتاوى حديث في البخاري، مره لقيت افتح حديث في البخاري قالوا هذا الحديث موضوع يا سؤال البخاري في موضوع، الله يهديك في البخاري قال موضوع. على كل حال الناس يا اخواننا يراجعوا الماده دي كويس، ويحرصوا على الرد على هذا وعلى غيره من اهل الباطل والضلال. نسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.